الفريق أحمد شفيق، مواليد القاهرة عام 1941، تخرج في الكلية الجوية عام 1961، وعمل بعدها طيارا بالقوات الجوية المصرية، وشارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر. تدرج في مجاله حتى عين قائدا للقوات الجوية عام 1996، واستمر في هذا المنصب لمدة 6 سنوات، وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر. وبعد تركه لمنصبه في عام 2002، عين وزيرا للطيران المدني، وتمكن من تطوير القطاع واكتسب تقدير الكثير من المصريين الذين لمسوا التغيير الذي حدث بالوزارة. وفي 29 من يناير عام 2011، وفي محاولة لتهدئة الثوار، قام الرئيس السابق مبارك بإقالة حكومة نظيف وتكليف أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. وبعد تخلي الرئيس السابق عن الحكم وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة، استمر شفيق في منصبه حتى قدم استقالته في 3 مارس عام 2011، وذلك بعد 34 يوما قضاها كرئيسا للوزراء. وبعد أقل من عام على تركه الحياة السياسية، أعلن الفريق أحمد شفيق ترشحه لرئاسة الجمهورية في خطوة وصفها البعض بالجريئة بعد استقالته من رئاسة الوزراء، ولتزيد من حدة المنافسة على منصب رئيس الجمهورية. اقتربت المنافسة واقتربت ساعة الحسم. يوم 10 مارس يبدأ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، من 10 ل 8 ابريل يعني مرشحين قدامهم شهر تقريبا كامل لجمع التوكيلات، جمع التوقيعات، جمع تأييد 30 نائب، إلا إذا انضموا إلى حزب وأصبح اللي هم مرشحين من الحزب. أحد هؤلاء المرشحين هو الفريق أحمد شفيق، زي ما أنتم سمعتوا في هذا التقرير سيرته الذاتية معروفة، يعني من الطيران إلى رئاسة الوزراء إلى الترشح لرئاسة الجمهورية، طريق طويل، خبرة إدارية وعلامات استفهام موجودة أيضا. كيف ينظر للفريق شفيق للحاضر؟ كيف ينظر للمستقبل؟ الخروج من المأزق، برنامجه الانتخابي، وإجابات على أيضا أسئلة كثيرة أنتوا بعتوها وأسئلة كثيرة أيضا عندنا. فريق أحمد شفيق، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك. بتقيم فرص نجاحك إزاي؟ يعني كم في المية وأنت بتحسب كده حساباتك حضرتك والحملة الانتخابية بتاعتك، نسبتك قد إيه؟ لا، ما اقدرش اقولها برقم ابدا يعني، لكن اقول النسبه جيده. بني حساباتك على ايه؟ بني حساباتي على اني مش مرتبط بكتله معينه، ولا انا بني حساباتي على اساس تلبيه مطالب الاسره المصريه العاديه. الاسره، الجد، الابن او الابنه، الاحفاد، الاجيال الثلاثه، اما اخاطبهم اجد ان انا ممكن اجد حيز متسع جدا من التفاهم مع احتياجات وامال الاسره المصريه الطبيعيه اللي بتعاني في هذه الفتره. اعتقد ان انا اقدر. هتطرق لتفاصيل البرنامج الانتخابي، لكن عايز اسال حضرتك الاول في السياسه. يعني حضرتك بتقول انك غير مرتبط بكتله سياسيه معينه، ده مش عارفه جيد ولا غير جيد. يعني في النهايه السياسه تربطات، عشان تكسب وتبقى رئيس جمهوريه لازم تكون مرشح احد الكتل السياسيه الكبرى. لا، مش لازم ابدا ابدا. مش لازم تبقى مرشح الاخوان او مرشح مدعوم من الاخوان. تعالي نحسب اللي خارج الكتل ونشوف عددهم كام بالنسبه للي داخل الكتل. هو ما فيش حد مرشح اي من الاحزاب على فكره، لكن في النهايه الاحزاب هتدعم مرشحين. انا مرشح حزب ولا بتدعمني؟ تدعمني انا محبب عليا طبعا الحزب يجاملني ويقتنع بتفكيري او رؤيتي ويديني رايه، يديني صوته. لكن انا مش مرتبط بحزب معين، يعني مش هبقى مرشح حزب معين. مش مرشح حزب، لكن قد يدعمه كحزب. يا ريت. لجأت لأي من الأحزاب لتدعمك؟ الحقيقة لا.
النهارده منشط المصري اليوم بيتكلم على السلفيين، التيار السلفي يقول، والنور بالتحديد بيقول انك طلبت دعم النور في مقابل تنفيذ كل طلباتهم وفي مقدمتها تطبيق الشريعه. الحقيقه وحضرتك اعتقد انا واثق ان حضرتك هتاخدي كلامي بجديه يعني مباشره كده، بأكن كل التقدير للاخوه السلفيين، وكنت على لقاء قريب مع البعض منهم، يمكن ده اللي خلى بعض الناس يشتوا في تفكيرهم يقولوا هذا الكلام. هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة. هذا الكلام ليس له أي أساس. لست مخولا إطلاقا، حتى لو أنا عايز، أنا راجل فيا مخ بيفكر، لست مخولا إطلاقا إني أتكلم في الشريعة أو تطبيقاتها أو إمكانيات ما هو مسموح فيها وما هو غير مسموح، أو إيه الـ 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 إيه اللي فيه يعني حيز من الوقت ممكن نتيحه قبل ما لا لا إطلاقا. مش دوري أنا، هذا دور المتخصصين العلماء الأجلاء الأفاضل القادرين على أنهم يبدوا رأيهم في هذا المجال، سواء عملنا بيه أو ما عملناش بيه، لكن يبدو رأيهم وبعدين نشوف الدولة هتعمل. يعني هذا الخبر ليس يعني ليس له أي أساس من الصحة. أنا بستغرب الناس بيجيب أخبارها. يعني حضرتك لم تطلب دعم إطلاقاً النور السلفي لحملتك إطلاقا، لعلم حضرتك، ولو طلبت دعم ما كنتش حرهنه بحاجة تانية، لكن أنا كمان ما طلبتش دعم. يعني ولا طلبت دعم ولا رهنت الدعم بحاجه تانية. مين اللي ما بيقولش الحق هنا، المصري اليوم ولا النور؟ اصحاب المصالح كثيرين جدا اليومين دول، اصحاب المصالح في ازاء الاخرين كثيرين جدا، ما يتحصلوش اليومين انت دول. شايف ان خبر زي ده يأذيك؟ ليه؟ اي حاجه غير على غير اساس سليم تأذيني؟ اي حاجه ان شاء الله رب تشكري فيا. في حاجه غير موجوده او انا ما طرحتهاش تبقى بتأذيني، مش عايز اكلمك. فإذا عرض عليك حزب النور مساندتك في الترشح للرئاسة مقابل تطبيق الشريعة، ما أقدرش أتكلم في تطبيق الشريعة. لو عرض علي مساندتي أكون له من الشاكرين، لكن تقولي لي في مقابل نتكلم في الشريعة، بأمرتي أتكلم في الشريعة. على فكرة أنا واخد دبلومة عليا في الدراسات الإسلامية، أنا قريت في سيدي، ولكني كل واحد له حدوده ويعرف المجال اللي يتكلم فيه. أنا لما أتكلم في مجال في كثيرين غيري ما يفتحوش بقهم فيه، لكن لما نيجي ناس اهل الشريعه اتكلموا ما افتحش بقي فيه. العمليه لازم افتح. ارجع تاني للسياسه، الترشح فيه تربطات، يعني فيه تربطات سياسيه بين يعني مع الاحزاب. الاخوان المسلمين قالوا انهم لن يدعموا مرشح ينتمي للنظام السابق، الكلام ده كان موجه لحضرتك؟ الحقيقه انا مش سعيد قوي بالكلام ده لسبب. اذا كان موجه ليا بشخصي يمكن اكون انا احد الاول. الحقيقه انا مش لوحدي حاليا اللي ينطبق عليه الظرف ده. لكن مين تاني يا فندم ينطبق عليه الظرف؟ في زميل من المخابرات العامه، حسام خير الله. وفي والله ما عارف موقف. هو الحقيقه دلوقتي بقى في مرشحين كثر، يعني بقى كثر، يعني ما اعرفش الحقيقه. لكن الحقيقه صيغه غير مقبوله ابدا للتعبير عن الراي. ضايقتك الصيغه دي؟ ضايقتني مش عشاني انا، مش عشاني، عشان المبدا. بمعنى اللي قال لي وما يقدرش يقول لي انا ابدا، وبيقول على وجه العموم العسكريين غير مقبولين. قلت له والفئه بتاعتي غير مقبوله. هل حد من الاحزاب قالت لحضرتك بصراحه العسكريين غير مقبولين؟ ابدا، ما حدش كلمني كلام مباشر ابدا، كله كلام على الاعلام وعلى بتاع، وكلام غير مقبول لسبب. اللي هيقول لي الفئه بتاعتي غير مقبوله هقول له فئتك انت غير مقبوله، وتعال نتكلم نشوف اعدادي شكله ايه، خلفيتي شكلها ايه، دراساتي شكلها ايه، حصيلتها شكلها ايه، ودراستك شكلها ايه، وعملك الميداني وخبرتك الفعليه والعمليه في الميدان. ونتكلم كتير قوي، لو اتكلمنا عندي كلام لا ينتهي. لكن انا ادافع عن مبدا، ما اقدرش ابدا، عشان انا ليا كيف، كان ليا مشاكل سابقه مع فئه من الفئات، ام انا اسمح لنفسي اني احط قواعد بامرتي. طيب بأمرتي. يعني ده كان راي الاخوان المسلمين، اذا يعني في الغالب لن ده مش راي الاخوان المسلمين او راي الحريه والعداله. لا يا فندم، ده راي اللي قالوا اللي نطقوا. لا تعتقد ان هذا راي الحريه والعداله؟ ما حدش يبلغوني رسمي او ما انا اخد اجراء. طيب يعني هذا الراي الذي سمعناه اللي اتكلم هذا الكلام، انا ك
كلمته على رؤوس الاشهاد في البرامج، قلت له روح اشغل نفسك بمهمتك اللي قد كده اهو في الكليه بتاعتك. بس ده كنت قصدك على مين؟ زي ما يكون مش مجال دلوقتي ذكر اسماء. طيب. لكن لسبب ان اللي قال ما قالش احمد شفيق، وان كان اللي قال مره في واحد قال احمد شفيق انا برضو رديت عليه، لكن اللي بيقول بيتكلم كلام عام. طيب. ما ينفعش يعني عايزين نكون على قدر المسؤوليه بتاعت المرحله. طبعا احنا مش بناخد موضوع بمقاييس شخصيه بس. لكن يعني ده موقف، ربما يكون موقف الحريه والعداله، يعني ربما موقف الوفد، وكان رئيسه عندنا بالامس قال ان هو طرح اسم حضرتك على الحزب كمرشح محتمل، لكن الحزب لم يوافق ربما للفتره اللي كنت فيها رئيس وزراء لمصر، يعني في نهايه عصر الرئيس السابق مبارك. اذا برضو مش هتاخد مسانده الوفد. ما يهمنيش انا، كل الاحترام للوفد ولرئيس الوفد على وجه الخصوص، وقد يكون ليا كشخص ابعاد جوه الوفد اكثر من ابعاد بتاعت كثيرين جوه حضرتك، لكن انا ما بكلمش في الوقت ده دلوقتي، احنا بنتكلم كلام مسؤول للهيئه العليا مع كل الاحترام والتقدير، انها تقول عايزين ده مش عايزين ده، منوافق على ده ما نوافقش على ده. لكن انا الزميل الفاضل سيد البدر انا ما بقولش كده بحرجه قدام الناس بتوعه ابدا، وانا اكبر من ذلك. انا بقول انا بشكر لسيادته راي، يعني كان في شيء من التقدير ليا، انا يعني يستوجب الامر ان اقول كده قدام حضرتك، لكن انا يقولوا يقولوا لا. يعني ايه ليك ابعاد في الوفد اكتر من انا ليا؟ يعني اذا كان بقى الوفد بالانساب والبتاع يمكن اكون ليا فيهم اكتر من ناس كثير. ليه بسال حضرتك الاسئله دي؟ لان برضو ارجع السؤال، بتبني حساباتك على ايه؟ حسابات المكسب والخساره السياسيه، قبل ما اتكلم بقى على الحسابات الشعبيه السياسيه، يعني عمرو موسى له شعبيه في الشارع من فتره طويله، ابو الفتوح والعوة مع حفظ الالقاب، وحازم ابو اسماعيل لهم قواعد اسلاميه موجودة. الفريق أحمد شفيق بيبني حساباته في المكسب والخسارة على إيه؟ أيوة، على حاجتين رئيسيتين. حاجة أساسية، سابقة أعمالي، مش هتكلم على فترة الحروب في القوات الجوية، مش هتكلم أبدا على أن أنا كنت بحارب في القوات الجوية. أنا اتخرجت 61، اشتركت في حرب اليمن في ظروف منتهى الصعوبه 62، وهلم جرى بقى، كنت انا بحارب وكان في ناس كتير جدا لسه بيدرسوا في المدارس وما خرجوش من الثانويه العامه، فانا قمت بدور يعني لا يمكن ان يوصف في هذه المرحله من حياتي. نيجي بقى نمسك المرحله الملموسه بالنسبه لحضرتك وبالنسبه لاي واحد بيمر من بوابات مصر. العالم الخارجي بالظبط كده، العالم الخارجي محتك اكتر بهذا المجال، شهد للي عمله قطاع الطيران المدني اكتر مما شهد له اللي جوه البلد، لان اللي بره مستخدم لهذا المجال اكتر مما لا شك فيه. كل المؤسسات الفنيه والماليه اللي هي الاقتصاديه يعني، وقطاعات التمويل، كل هذه المؤسسات في العالم كله شهدت للمعجزه اللي تمت في الطيران المدني على مدى 10 سنوات. اظن دي سابقه اعمال. الطيران المدني مش طياره حضرتك بتركبيها او مضيفه بتتعامل محرك في الطياره تقوم حضرتك تحب الطيران او وجبه كويسه او لاندنج كويس او تيك اوف كويس. الموضوع حضرتك مش شايفه من جبل التلج غير قمه صغيره جدا، وجبل التلج كله مختفي عن الراكب المحترم. العالم المتخصص في هذا الموضوع قدر تماما ايه اللي اتعمل في قطاع الطيران المدني على مدى 10 سنوات. وانا ما بطرح نفسي النهارده، انا واثق ان انا بما حققته مع الزملاء من الرجال اللي رفعوا شان الطيران المدني، رفعوا شان مصر من خلال الطيران المدني، انا واثق ان انا قادر على استعاده الثقه للميدان المصري، للساحة المصرية كمجال للاستثمار في شهور قليلة جدا، لمجرد ان الدولة هيعرف عنها ان مسكنها ناس
مارسوا التجربة بنجاح قدام العالم كله وبشهادة كل المختصين في العالم. طيب. أنا هرجع تاني برضو للبرنامج الانتخابي، وأوعدك أن أنا هسألك أسئلة عن البرنامج، لأن أنا عارفة أن دايما المرشحين بيجوا يقولوا إحنا ما اتكلمناش على البرنامج الانتخابي. أنا لا لا، الحركة عايز تكلم فيه البرنامج. حتى لو ما اتكلمناش. بمناسبة الطيران، حضرتك بصراحة يمكن المرشح الوحيد اللي لسه خاضع للتحقيقات فيما يخص بلاغات بإهدار المال العام ومطار مطار. مفيش خضوع لبلاغات، حضرتك روحي اسألي. مش في تحيات لسفارة، مفيش جنس، مفيش موضوع واحد ممكن يتمسك على احمد شفيق، واحد لسه في تحيات ولا لا اطلاقا؟ ما انا ما عنديش تحيات يا سيادة الفريق. في تحيات لسه؟ هاتي لي تحقيق واحد. ما انا قاعد بقالي يعني سنه في في بلاغات يتم التحقيق فيها عشان اكون اكثر دقه. لم يتم معي تحقيق واحد منذ حضرتك سمعت القصه دي. كل دي بلاغات لا يتم التحقيق فيها؟ لم يتم معي تحقيق واحد، كلام مسؤول اهو قدامك، منذ ان تركت مجلس الوزراء. ولا طلبت لتحقيقات لاحقا؟ ولا طلبت لتحقيق واحد منذ تركت مجلس الوزراء. ليه طيب في كلام كتير على مطار تلاتة ومجدي راسخ ومنير ثابت وفهد الشبوكشي ووجدي كرارة؟ كل ده الاسامي كلها يعني. كل ده كلام فارغ لا اساس له من صح. اسكت. كل ده كلام فارغ. ممكن المرشح عمرو موسى قال ان هو مستعد ان هو يعرض ذمته الماليه. ما هو لازم هتعرض. احمد شفيق مستعد يعرض ذمته الماليه؟ يعني ايه مستعد؟ دي يعني من الاوراق اللي هتقدميها. دي من الاوراق اللي هتقدميها. ازاي يعني ايه؟ طب يعني غير مقبول هذا الكلام؟ الموضوع ده جميل. يعني ده ما بصراحه يعني الناس هتسال. طيب حضرتك كنت وزير واحنا عارفين مرتب الوزير كام. يعني مش عايزه اسال لان ماليش ان انا اسال من اين لك هذا، لكن الناس عايزه تعرف برضو التفاصيل. وده في امريكا عادي جدا وفي الدنيا عادي، احنا بس بنتعلم. القصر بتاع باريس؟ لا يعني ما انا عارفه ان هو مش قصر. فيعني لا مش عارفيش انه مش قصر. انا ما اعرفش. تعرفي يعني ان انا بسافر باريس من السبعينات وانا بتعلم هناك وبدرس هناك. وتعلمي حضرتك باعتبارك اكيد تلمسي الموضوع ده كويس، ان شراء شقه في باريس اسهل مليون مره من شراء شقه في القاهره، لان البنك بيمولها كلها وهو اللي بيأجرها وهو اللي بيستعملها. اذا ليست قصرا ولكن شقه. قصرا ايه؟ قصرا ايه؟ هل نقدر نقول مثلا ان مكافاه الخروج من القوات الجويه كانت مثلا؟ ما فيش غير مقبول الكلام في هذا الموضوع اطلاقا، لان الكلام دي برضو مفردات الذمه الماليه. مش اللي هيكلمني فيها، مش اللي في الشارع يكتب في الجورنال يكتب اي كلام فارغ. في اجهزه مسؤوله هتشوف والورق عندها وهيطرح وانا داخل بتاع هذا كام غير مقبول. هتجيب ال 10 مليون جنيه اللي هي الحمله الانتخابيه هتعمل فيها ايه؟ كل الناس هيجيبوا ال 10 مليون جنيه منين؟ طب انا دلوقتي ضيفي احمد شفيق، فانا ممكن اسال حضرتك الاول وبعدين ابقى اسال بقيه المواطن. يعني حضرتك بتسالي الكل. اعتقد ان انا لابد حلجا للمواطن المصري زي الدنيا كلها. ما الاول الرقم ده كبير ولا قليل بالنسبه للحمله الانتخابيه؟ والله اختلفت الاراء جدا. راي حضرتك إيه؟ الناس انا بشوف مبالغات شديده جدا في الارقام اللي بتتقال، بس بتهيالي انها يعني نوع من ال لا يعني راي حضرتك ان الرقم ده كبير ولا قليل؟ حضرتك بدات جولات وبدات لا اعتقد يعني والله لغايه دلوقتي بالامانه لغايه دلوقتي انا لم اصرف مليم على الحمله لغايه دلوقتي. لغايه ما انا قاعد معاكي مش عشان حاجه، لان اللي معايا واثقين فيا. لا ازاي يا فندم؟ امال يعني الشركه اللي هي بتقوم بالحمله الاعلاميه، السرادقات، الكلام ده كله مين بيدفع ثمن؟ طب اقسم لك بالله لا اله الا الله ولا مليم احمر الدفع الغد. هل معنى ذلك اني مش هدفعه؟ لا، لسبب ان الشركه اللي بتشتغل معايا وهم ناس تعرفيهم، اساليهم اذا كانوا قبضوا حاجه مني ولا لسه. محمود بركه زميلنا، محمود بركه اساليه اذا كان قبض حاجه مني ولا لسه. بيشتغل ايه بالاجل يعني؟ لا هيبقى هروح فين منه؟ ما العمليه الشغل جاي لسه. مين اللي هيمول الحمله؟ الفريق احمد شفيق من جيبه ولا جيبه مين يعني؟ ازاي واحد هيمول جيبه؟ زي اي واحد ومين من الموجودين كله هيمول من جيبه؟ مين من الموجودين؟ مين هيدعم الفريق؟ المواطن المصري. انا هبعت هتفتح باب التبرعات ده بيقول طبعا ده لسه عاملين لي واحد بيسال بيقول لي ان في شركه من شركات المحمول عاملة نوع من الاتصال وحضرتك تحجزي المبلغ والفلوس تيجي لك جزء وليهم جزء وحاجة زي كده، نوع من الأسلوب يعني لتسهيل موضوع جمع تبرعات للحملات. الموضوع ده موضوع متوقع مثلا
رجال اعمال يدعموك، اصدقاء يدعموك، غير المواطن المصري. اسمح لي يعني 10 مليون جنيه عشان المهم برضو محتاج. لا لا لا، اللي يدفع 10 جنيه يدفع، وفي قدامه في واحد هيدفع 100,000 جنيه. اما ده وده 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 هتجمعها. عارف مين اللي هيدفع ال 100,000 جنيه؟ اتخيل طبعا هيبقى راجل ميسور، غالبا هيكون له علاقه بيا. في حد تقدم لك وقال لك سياده الفريق اسمح لي ان انا هدعم حملتك وكذا؟ كثيرين جدا من الاصدقاء قالوا لي كده، لكن لغايه ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي ولا مليم ولا مليم، خايف انا بالكلام وبعد كده يطلع على فشوش. لا ما تقوليش هتلجا اطلاقا الكلمه اللي بقولها لك اعتبريها. لا انا بتكلم على الفلوس في النهايه يعني. ابدا، لغايه ما انا قاعد معاك دلوقتي ولا مليم اتلم الموضوع. طيب ولا ده انا بقوله وبخاف انا من كلام الناس اللي بتوعد كتير وفي النهايه ما فيش فلوس. ان هو يعني اللي وعدني يخلى بيا. بالظبط. ما افتكرش، لا 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 ما افتكرش. هتلجأ للتوكيلات 30,000 توكيل ولا هتلجأ ل 30 نايب؟ مين الأسهل بالنسبة لك أو النايب؟ والله همشي همشي في الطريق إيه؟ في 30 نايب ممكن يدعموا الفريق أحمد شفيق؟ أتخيل جايز يكون فيه، وفي نفس الوقت همشي في 30,000. بس 30 نايب بصراحة محتاجة تربيطات سياسية، وواضح إن حضرتك بتعمل تربيطات سياسية ولا ما بتعملش؟ على المستوى الفردي علاقاتي جيدة جدا. على المستوى الفردي. على المستوى المؤسسي جدا. بقى اللي هو الفريق أحمد شفيق بيزور حزب النور أو حزب الحرية والعدالة. لا 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 لا، لا ما بقى ما بلعبش اللعبة دي خالص لغاية دلوقتي. طب يبقى التربيطات السياسية مش هتنفع معايا. على المستوى الشخصي علاقاتي جيدة جدا. لأن حضرتك أنا باخد إمضة واحد كشخص، مش واخد إمضة لا حزب. بس هو في النهاية يمثل حزب. لا 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 لا. لا، اللي بيدي رايه في الـ في الـ في الـ في مجلس الشعب بيدي رايه الواحد، مش هيقدر من غير ما يستاذن حزبه يا سياده الفريق. لا وفي عندك كلامي. ناس وعدوك ان هم أيوة. يرشحوك أيوة. من داخل مجلس أيوة. الشعب ايوه والشورى طبعا دلوقتي. الحقيقه الشورى لسه ما جربتش. ما جربتش الشورى. بتفكر تنتمي لاي من الاحزاب حتى ولو كانت صغيره؟ لغايه ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي انا رافض مبدا الاحزاب وافضل مبدا الاستقلال. يعني العلاقة بين المرشحين ازاي؟ يعني بصراحة يعني في علاقة كده مش لطيفة، يعني أنا شايفة تصريحات متبادلة، يعني برغم إن حضرتك مثلا أبديت أسفك على حادث دكتور أبو الفتوح وده كان طبعا متوقع من حضرتك يعني، لكن هو هجمك وقال أنك لا تصلح لرئاسة مجلس محلي. أنا كلمت الدكتور أبو الفتوح النهاردة، كنا بنتكلم. كلمته اسأل عليه. غير كمان أنا كلمته من يوميها الحقيقة. كلمته النهارده والموضوع ده ملوش ادنى علاقه بخلافات العمل. وانا الحقيقه عشان برضو اكون امين، انا استغربت من تعليق دكتورة بفتوح جدا جدا. لان ليه؟ لانه ما يخرجش من شخص زي الدكتوره بالفتوح، ولا لانك ما كنتش متخيل ان تقييمه ليك كده؟ لا لا، ده مش تقييم، وغير مسموح ان يقول هذا التقييم. غير مسموح لا منه ولا من غيره. لان انا اما كان كتير جدا موجودين، انا لا شهاداتي ولا خبرتي ولا تاريخ خدمتي ولا تقييمي ولا ادائي الوطني، تاني بقول ولا شهاداتي العلميه يسمح ان مخلوق يتكلم خالص. ماذا قال لك دكتور ابو فتوح لما قلت له الكلام؟ يعني قلت له ايه؟ لا لا، عاتبته مثلا؟ انا ما عاتبتش خالص، ما جبتش سيره الموضوع ده. انا بقول للراجل الحمد لله على السلامه، لكن هي هفوه، هي هفوة طلعت منه. والحقيقة ان في واحد جه قعد في اجتماع قال ان ده ما اتقالش. انا اما 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 واحد يقول ده ما اتقالش، انا خلاص بعتبر ده يعني. ولكن اتقال، وانا كان ردي عليها ان انا الحقيقة الادب فضلوه على العلم بصفة عامة. ورديت على الدكتور البرادعي ايضا؟ لا، الدكتور البرادعي له موضوع بقى. قال ان ترشحك يعني ان نظام مبارك لا موجود. ده موضوع تاني، ده موضوع قديم. امبارح انا سمعت للدكتور البرادعي حته صغيره كده ظريفه قوي. الدكتور البرادعي الحقيقه ما انا مش فاهم، يعني هو قال انه بص في المرايه، اما شاف وشه في المرايه أم المراية ألهمته إنه يسيب الـ 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 النظام المش سليم ده ويسيبه ويطلع. الحقيقة بعد كل النقد اللي بينقده ده، أنا عايزه بقى يستلهم المراية تاني ويبص فيها ويجرب، لعله يخش الانتخابات تاني ونشوف الصندوق هيقول إيه. يعني أنا نفسي بس البراء ده يخش يشوف الصندوق هيقول إيه. امبارح كلام غريب جدا.
يعني انا يعني مش مصدق نفسي والله. كلام زي ايه يعني؟ وقفت عند ايه من كلامه غير موضوع المرايه؟ شكيت من كلامه انه ممكن يرجع. هل يعقل ان واحد في السن ده وفي الخبره دي مش عارف ان كلمه الحياء عيب؟ برضه هرجع اقول الادب فضلوه على العلم. بمعنى ايه معلش؟ الحياء يعني كان لازم يكون في قدر شويه من الحياء. انا احمد شفيق البرادعي البرادعي يجي النهارده يقول على احمد شفيق كان يبقى قدر على الحياء قبل يعني ما ارشح نفسي. كان يبقى عندي قدر من الحياء. البرادعي بيقول لاحمد شفيق الكلام ده ليه منزعج؟ حاجه غريبه يعني جدا. يعني ليه بتقول لا البرادعي؟ لان انا ما بتقول حضرتك بترد وتقول خلينا بقى البرادعي. ما احنا ماسكين ده. البرادعي بيحكي بيقول انه سنه 61 ماشي مع والده في الشارع، ووالده الحقيقه كان بيتعرض اللي هو بيتعرض ليه دلوقتي، وكانوا الناس لما بيشوفوا والده في الشارع بيتجنبوه يعدوا في رصيف الناحيه الثانيه. انا ما لفتش نظري كلمه ان والده بيعدي الناحيه الثانيه، ليه الناس بيسيبوه يعدوا الناحيه الثانيه؟ عشان بطوله يعني مرموقه ولا عشان ايه؟ ما اعرفش ما اعرفش. بس والده كان نقيب محامين محترم. أيوة يعني ايوه فاهم جدا. مشهود له الحقيقه هو قال كده بيسيبوه يروح الناحيه الثانيه. انا لفت نظري انه سنه 61 ماشي مع والده، والده بيسيبه الناحيه الثانيه. 61 دي انا اتخرجت، 62 كنت بحارب في اليمن، كنت شايل احد الرجال اللي بيشيلوا مسؤوليه الدوله. ما يجيش النهارده البرادعي يتكلم على احمد شفيق. ايه الملفات اللي بتقول ان عندك ضد البرادعي؟ اللي ضد البرادعي؟ ايوه حضرتك مش رديت وقلت لما في هذا الوقت قال لك ما يقولش الكلام ده، احنا عندنا ملفات كتيره ضده، ولا ما قلتش الكلام ده؟ لا لا دي مش ملفاتي انا. ملفاته هو؟ في قضاء ملفاته دي في عند النائب العام. موضوع النائب العام. يعني علمي يعني علمي انها عند النائب العام. عموما ملفات انا ملفات ايه اللي عند النائب العام؟ عموما انا ما اعرفش التفاصيل بقى. يا يوسف حضرتك فيها. عارف ان هو عند النائب العام؟ انا عارف الملفات. أنا لا انا عارف في حاجه ثانيه. انا عارف الكارير بتاع البرادعي في الهيئه اللي كان ماسكها وصلنا لايه فيها في الاخر، والدول العربيه جانت ايه، ودولته جانت ايه. احنا مش هنضحك على بعض. يوقف عند حده لان حسابي عسير جدا جدا. بمعنى وتمادى، وانا اعرف ازاي اوقفه عند حده. عيب، احنا كبار على ذلك، عيب. ويتدور ويتهكم كده، يكونوا بيراقبوني هنا. بيراقبوك ايه؟ مين اللي هيراقبك؟ وايه اهميتك عشان تتراقب المراقبه الفظيعه دي؟ كل ده عشان مره 9 اشخاص خارجين من بيته. انا ما اعرفش القصه دي. انا كرئيس وزراء الموضوع ده تم قبل ما اجي او بعد ما جيت، انا ما اعرفوش. ما اعرفش جهاز امن الدوله ولا جهاز استخباري احتجزوا 9 اشخاص طالعين من بيته. هو بقى بيحكي امبارح بيقول ده كانوا قاعدين ياكلوا كباب وكفته عندي. بياكلوا كباب وكفته، بياكلوا فول وطعميه. ده وقت ما حضرتك كنت رئيس وزراء ولا؟ الحقيقه صدقيني والله ما اعلم، والله ما اعلم اذا كان في وقتي ولا بعديه ولا قبليه. خلصته انه في الفتره بتاعت الثوره دي الاولانيه خلاص. فانا بشرح في اما لقيته زعلان وبيتكلم، انا ما فيش غضاضه بيني وبين حد، انا بتكلم كلام معاه. فبقول يعني اعقلوا الناس اعذرهم للناس. في واحد جهاز مسؤول هو عنده قلق من شخص ما. القلق ده على اساس او على غير؟ سامعيني يا لميس؟ سامعاك يا فندم. ال 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 القلق ده على اساس او على غير اساس؟ ممكن يكون غلطان، بدليل ان الجهاز اللي عمل كده ده صاحبه في السجن دلوقتي، يعني غلطان على حاجات اكبر من كده كمان. فانا بقول له ايه؟ انا بسهل الموضوع، بقول يعني هو عنده تحفظ عن حق او عن غير حق. خد الناس سالهم سؤالين ومشيوا. مش عايزين نحمل الموضوع اكثر. هو بقى واخدها ايه؟ انا البرادعي يسالوا الناس اللي نازلين من عندي؟ يا سلام، هو ما كانش باصص لك البصه دي. الراجل بتاع الامن ما كانش باصص لك البصه دي. ده مش احمد شفيق، انا ما كنتش اعرفك وما اعرفش اسمك وما اعرفش شكلك. تعرض لمضايقات كثيره يعني طبعا اسمك. في فترات معينه طب لعلم حضرتك. قبل حضرتك وبعد يعني تعرض لمضايقات كثيره. افهميني يا لميس، يعني انا عايز اقول ايه؟ الراجل مسؤول عن الامن، هو حتى لو معلومه مغلوطه عنده عمل اجراء. انا بشرح لك الوضع، بشرح. انا عايز اوصل للعلاقه، ليه العلاقه بينكم كده؟ يعني لماذا أنا يهاجمك ولماذا؟ انا الحاجه الوحيده اللي انا هذا البرادعي انا عرفته فيها انه هو جاي مصر لاول مره. انا كنت مبسوط من دعوته بمنتهى الامانه، حتى انهم بيقولوا هيوصل في المطار في صاله كذا وفي 200 واحد هيخشوا الصاله. لما عاد البرادعي انا قلت ايه؟ قلت للراجل المسؤول عن الامن
قلت له سيب الناس اللي عايزين يخشوا، قال الازاز هيتكسر والصاله هيتكسر، قلت له سيب الازاز. طب اقسم لك بالله لكن ان الكاميرات اتمنعت وقتها. اقسم لك بالله ايه اللي اتمنع؟ الكاميرات. لا ما حصلش، كلام غير مظبوط، واذا حد قال لي كده هو كلام مش مظبوط. ده انا ده انا خليت الامن، انا كنت مرحب يعني، انا جوايا كمصري كنت مرحب بمجيه، لدرجه قلت له سيب كل الناس يخشوا، يعني ما تعملش قيد في الصاله، ما فيش اي شيء اتجاهه. ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ هل أنا مش عارف. متوقع انه قد هو امبارح اكد انه هو لن يعدل عن قراره بعدم المشاركه في انتخابات الرئاسه، متوقع انه هو غير كلام؟ ده انا بارجوه يبص في المرايه تاني ويشوف وشه، جايز المرايه تلهمه انه يخش الانتخابات. انا اتمنى يخش الانتخابات ويرى الشعب المصري هيقول فيه ايه، هيقول ايه في نجاحاته المبهره يعني في القطاع اللي مسكه للدول العربيه كلها، نجاحاته اللي انعكست علينا يورينا بس. لا لا، موضوع الوكاله الدوليه ده ما اقدرش اعديه، ما اقدرش مش ممكن يمر كده، وطبعا الكلام على مسؤوليه الفريق شفيق. اخلي الاخوه، خلي المصريين يقولوا رايهم يعني. لا، ولو كان هو هيترشح اول واحد هيروح يؤدي فروض الطاعه ليه ويقول له مع كل التقدير والاحترام يا رئيس الدوله، اول واحد في مصر. اذا كسب يعني ده انا راجل ملتزم ولن اتردد ثانيه، يكسب هكون اول المتقدمين لتهنئته، بس يورينا. ايه المعلومات اللي عندك بخصوص وكالة الطاقة النووية؟ موضوع العراق معروف على الأشهاد يعني، ليه حضرتك ايه المعلومات اللي لديك بخصوص فترة رئاسته لوكالة الطاقة؟ اقري شوية ما قيل في كل هذه الموضوعات سلبا وإيجابا وبعدين نتكلم، بس كده. في كل الموضوعات اللي تخص الوكالة في الفترة بتاعته اللي تنعكس على الدول العربية، اقريها شوية كده وبعدين يبقى نقعد في متسع من الوقت. هل الملفات اللي عند النائب العام لها علاقة بأن معرفة. هذا كان رجل معارض في فترة طويلة، أول من طالب بتغيير النظام؟ ما طلعتش عليه. بس حضرتك بتقول إنك عارف إن أنا عارف إن فيه، أنا عارف إن فيه، ويسأل أبو شادي، يسأل هو، يسأل أبو شادي، يسأل أبو شادي نمرة 2 بتاعه على مدى 30 سنة هناك، 25 سنة، يسأل في ذلك، بس كده. هخرج فاصل عند المراية وحكاية الدكتور البردعي، هخرج فاصل كلام الفريق شفيق على مسؤوليته الخاصة، يعني نكن احترامنا لكل الشخصيات العامة منهم الدكتور البردعي وكل المرشحين المحتملين وغير المحتملين. الـ في حاجة، المجاملة ما بيننا مطلوبة، لكن تخطي الحدود غير مطلوب، غير مطلوب اطلاقا، وكل واحد يحترم القدر اللي قدامه بحكم قدره. أنا الموضوع غير مقبول، ما يدور على وسائل الإعلام غير مقبول بحال ما الأحوال، وأنا برضو بحذره للمرة الأخيرة لسبب إن أنا يعني أقدر يعني، كل واحد عنده في يعني في مكنونه وقدرات كثيره. ايوه، ما انا عايز اعرف ايه اللي في مكنونك بقى. انا حر بقى، حاجه غريبه جدا. مش ده وقته انك تقول لي؟ لا مش وقته، انا بس بقول له، انا بقول له كفاك، بقول له كفاك، ولا معنى انك انت ايه الحكايه؟ ايه احمد شفيق لو ترشح يبقى الثوره انت ثورتك؟ انت قايم على الثوره؟ هو واحد من اول الناس اللي نادوا بالثوره يا فندم، اول ناس من نادوا بالتغيير. الحقيقه دي انت تحكم على نفسك وعلى فعلك، ما تحكمش على الناس ابدا، غير مقبول. انت ما تعرفش اللي قدامك ده عمل ايه لبلدك، اما انت كنت قاعد خواجه بره. ده بيتكلم يقول لي ده، انا اقول لك ده مش عارف يتكلم الكلام العربي بتاعنا، مش عارفين نكلمه، عيب عيب. هنخرج هنا فاصل، وبعد الفاصل لو كنت رئيسا فريق احمد شفيق، لو كان رئيسا هيعمل ايه في القضايا التاليه؟ بعد الفاصل.